السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال. مصر بنفتخر بيها، بنفتخر بمصر شعب ورئيس وحكومة. في ظل الظروف اللي العالم كله فيها بنشوف شعبنا، بنشوف حكومتنا، بنشوف رئيسنا، بنشوف الثبات الانفعالي للرئيس وللحكومة في إنهم بيعدوا الأزمة دي إزاي. كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير للحكومة، كل التحية والتقدير لكل الوزارات اللي قايمة على أكمل وجه عشان تعدي بشعب مصر تلك الأزمة. شايفين الرئيس، شايفين الحكومة، شايفين الوزراء، كل دول احنا بنشكرهم. احنا بنشكر الشرطة، بنشكر الجيش، بنشكر وزارة الصحة ووزيرة الصحة، بنشكر الأطباء القائمين في الحجر الصحي اللي بيعالجوا الناس، اللي واقفين على ان المرض ما ينتشرش والفيروس ما ينتشرش. وفعلا كل الشعب لمس ده، كلنا لمسنا ده، وكأننا في حالة حرب 73. كان كل الشعب متكاتف عشان مصر تنتصر، وإن شاء الله مصر هتنتصر، رئيس وحكومة وشعب، وإن شاء الله هنعدي الأزمة ديت. دول كتيرة جدا في أوروبا ابتدت تشوف مصر وإزاي مصر بتواجه هذه المشكلة، وإزاي مصر بتعدي الأزمة دي شوية شوية إلى أن نعدي من عنق الزجاجة. عجبني قوي الحاجات اللي عملها الفنانين، المبادرات اللي عملوها الفنانين اللي هم بيتسابقوا في الخير وبيتحدوا في الخير. طبعا الموضوع اللي حصل ده أثر على أسر كتيرة جدا، أسر باليومية، أسر بسيطة، أسر ضعيفة، ولكن الفنانين تحدوا وتنافسوا في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا في الخير، كل فنان حب إن هو يقوم بإنه يعمل حاجة لبلده وللأسر دي. لعيب الكورة برضه تنافسوا في الخير، كل واحد صاحب مهنة ابتدى يتنافس في الخير. اللي نفسي يتنافسوا في الخير الأطباء اللي هم الفيزيتا بتاعتهم عالية جدا والناس ما بتعرفش توصل لهم، برضه أكيد هيتنافسوا في الخير. النوادي الكبيرة، رؤساء النوادي الكبار، أكيد كل واحد من دول هيتنافس في الخير. رجال الأعمال أكيد هيتنافسوا في الخير. كل واحد عارف إن مصر بتمر بأزمة وبتمر بمشكلة، وإن شاء الله المصريين رجالة وجدعان، ستات ورجالة. لما لقينا بعض السلبيات وبعض الناس بيحاولوا إن هم يلعبوا في أرزاق العباد وبيحاولوا يغلوا بعض الأسعار، لقينا ستات ولقينا مبادرات ولقينا كتل زي كتلة قد التحدي وكتلة كتل كتيرة جدا وقفوا وابتدوا يعملوا مبادرات إن هم يقوموا بجمع بعض الشنط وتوزيعها على الفقراء. احنا بنشكر كل مصر وكل واحد قدر يساهم بمجهود ولو بسيط جدا، ولكن هنا بيبان المصريين، هنا بيبان معدن المصريين، هنا بيبان أصالتنا، وإزاي بنخلي العالم كله يشوف إن المصريين دول هم اللي بنوا الهرم، هم اللي هيعدوا الأزمة دي إن شاء الله. نسأل الله عز وجل ببركة هذه الأيام وببركة هذا الشهر الكريم وببركة ليلة الإسراء والمعراج إنه يعدي مصر والبلاد الإسلامية كلها من هذه الأزمة إن شاء الله. واتمنى إن كل المصريين يكون عندهم نفس الرغبة دي في الأزمة دي، وبعد الأزمة دي إن إحنا نبين نفسنا اللي إحنا قدام العالم كله إحنا المصريين. في بعض الحاجات البسيطة جدا، وبقول عليها بسيطة جدا، إذا كان هناك جشع لبعض التجار، إذا كان بعض الفنانين اللي عملوا برضو بعض الفيديوهات اللي ما عجبتناش عموما ونزلت على السوشيال ميديا إن هو بيستهين بهذا المرض، والناس ديت الجمهور عملهم ووصلوا بقوا فنانين كبار جدا، كان أولى بيك إن أنت تعمل حاجة تساعد وتبين وتبرهن وتعلم الناس إزاي يتفادى هذا المرض بأغنية بسيطة جدا، زي ما عملت أغنية كسرت الدنيا والناس سمعتك، كنت ببعض الكلمات والأغنية البسيطة جدا وسمعها بعض الناس البسيطة
كانت الناس دي هتعمل نفس الارشادات اللي انت بتقولها في الاغنيه، اكيد هو عارف نفسه، اكيد هو اكيد هيصلح الموضوع دوت، واكيد برضو المصريين جدعان قوي. الحكومه والشعب والجيش والشرطه والرئيس، احنا بنشكر كل دول. اعزائي المشاهدين، يا رب ان شاء الله. اطلت عليكم في المقدمه، ولكن هم المصريين كده جدعان طول عمرهم. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين وبرنامجنا صالون الصحة والجمال. اتكلمنا في أول الحلقة عن بعض المواقف للمصريين، وإزاي المصريين رئيس وحكومة وشعب كانوا حاطين إيدهم في إيدين بعض عشان نقدر نعدي الأزمة دي. أعزائي المشاهدين، في صالون الصحة والجمال عاوزين نتكلم النهاردة عن الابتلاء اللي احنا فيه، واللي احنا فيه دوت أكيد ربنا سبحانه وتعالى جايبه الحكمة، ولكن حكمة الله لا يعلمها إلا الله. النهاردة بيشرفني أن يكون معايا فضيلة الشيخ حمدان الصالحي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. كل سنة وحضرتك طيب. سنة وحضرتك طيب. مولانا، شايف إزاي الدولة حكومة ورئيس وشعب اتعاملت مع الأزمة ديت، فيروس كورونا؟ أكيد الأزهر وأكيد الأوقاف ليهم ملمح وليهم نظرة، وإزاي شايفين إزاي ابتدت الدولة تتعامل مع هذا الموقف؟ بداية أقول الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام، ثم الصلاة والسلام التمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أقول إن الشعب المصري شعب عظيم، وإن ما حدث من ابتلاء شديد على العالم كله، لا أقول على المصريين فقط، ولكن الابتلاء هنا في والاختبار للعالم أجمع. والأزهر الشريف تعامل مع هذه الأمور بحكمة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبقت هذه السنة، والعلماء الربانيين استنتجوا من السنة النبوية ما يعالج به هذه الأمور، وما تعالج به هذه الابتلاءات وهذه المنح والمحن التي نعيشها الآن. وهذا الاختبار الشديد من الله عز وجل للأمة وللعالم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأزهر الشريف قام بدوره في توعية الناس، وقامت المؤسسات كلها عن بكرة أبيها بتوعية الناس. كثيرا كنا ننتقد بعض الإعلام، ولكن الإعلام في هذه الأيام والله أرى أن الإعلام يقوم بدور عظيم جدا في توعية الناس. الكثير من الناس، حتى الناس البسطاء، يعني نرى بعض الفيديوهات الناس دلوقتي بتعملها في البيت للتوعية، وإزاي إن هم يحافظوا على صحتهم، وإزاي إن هو البقاء في المنزل حماية للأسرة. الناس كلها شعرت بالخطر، والمصري إذا شعر بالخطر بان في وقت الشدائد على مر التاريخ. لو قرأنا التاريخ كده، المصريين عموما يعني على مر التاريخ يظهروا في الأزمات. نشوف الجدعنة، نشوف الشهامة اللي فيها المصريين. والله أرى أمور يعني الواحد منا يستحسن هؤلاء الشباب اللي يقوموا بخدمة العجزة وكبار السن على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نرى ان هم يسيبوا رقم تليفونهم ويحاولوا ان هم يقدموا المساعده. نرى ايام المطر ان شباب بسياراتهم يذهبون ليغيثوا الملهوف. هذا امر عظيم بان فيه الشعب المصري بهذه الاخلاق الحميده، فاظهرت الازمه افضل ما فينا. وايضا لا ننكر ابدا انها اظهرت السيء، الأمور السيئة التي من القلة، والتي أرجو الله عز وجل أن يرجعوا عن هذه السفاهات. نشوف بعض التريقة عن المرض، ولكن لابد للإنسان أنه يشعر
ان احنا نحن في ازمه حقيقيه، لابد ان نقدر الامور بقدرها. فلابد ان احنا نرجع الى التعليمات. احنا عندنا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر في التخصص هم الاطباء، وزاره الصحه. وزاره الصحه انا دلوقتي اقدر ان انا اقول لمريض، انت لو جالي مريض دلوقتي واستفتاني انا عايز افطر في نهار رمضان، لا استطيع ان افتيه الا ان يرجع الى طبيبه المعالج الثقه، ان يقول له انت هناك ضرر عليك في الصيام. فاذا اسالوا اهل الذكر. اذا قال الاطباء اشياء فمن التوكل على الله ومن الاخذ بالاسباب ان اطبق هذه التعليمات حتى ننجو جميعا من هذه الازمه وهذا الوباء الذي اسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا منه. مولانا، شايف التدابير الاحترازية اللي خدتها الدولة أنا من الجهة الصحية، أنا شايف بوجهة نظري المتواضعة إن هي تدابير للمواطن وللشعب المصري. صحيح. النهاردة لما بيقول لك إلزم بيتك، غلق المساجد مثلا، غلق المساجد، إلزم بيتك، الحاجات دي كلها أكيد ما جاتش كده اعتباطا، ولكن جت نتيجة دراسة، واكيد كان في مستشارين وفي بعض العلماء وفي يعني لجان متخصصه عشان القرار يصدر. صحيح. طيب هنرجع لصدر الاسلام ونشوف لما كان بيحصل ازمه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الازمات عشان ناخد المثل ونطبقه دلوقتي. صحيح. صحيح. في اللي احنا فيه، هل كان هناك عزل حجر صحي مثلا؟ صحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد حجر صحي زي ما موجود دلوقتي؟ وإلزم بيتك زي ما موجود دلوقتي، يا ريت ترجع لنا وتقول لنا بقى عشان نقدر نقابل ده باللي موجود دلوقتي عندنا. ده سؤال جميل وسؤال عظيم. فعلا نحن لو طبقنا الدين على حياتنا والله كلنا هنرتاح، لأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن كل ما يريده الإنسان في حياته كلها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عقبة بن عامر قال له يا رسول الله من نجاه؟ إن نجاه رسول الله. قال له الحبيب المصطفى أمسك عليك لسانك. الإشاعات. أيوة. وتداول الإشاعات. غير المسلم مأمور، والنبي قال كفى بالمرء اسما أن يحدث بما سمع. ما ينفعش إن أنا أتناقل أخبار دون تأكيد. تمام. أقول فلان أصيب وفلان مش عارف حصل له إيه وفلان دون تأكيد. هذه إشاعات كورونا وعندي مش عارف إيه. فالنبي حل هذه المعضلة صلى الله عليه وسلم لما قال له عقبة بن عامر يا رسول الله من نجا؟ يا رسول الله من نجا؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. وليسعك بيتك هنا تأتي النجاة من الفتن في أمراض الوباء مثل الكورونا والطاعون والجزام والبرص وما شابه ذلك من الأمور الفتاكة ومن الأوبئة الفتاكة. النبي قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طب هناخد فريد ونروح تاني. تفضل استاذ فريد. تفضل. ايوه فندم. تفضل يا فندم. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. تفضل يا فندم. انا عايز اتكلم عن موضوع الزعر. عايز اتكلم عن موضوع الصلاه. مسامع. اتفضل يا فندم. في البيت. ايوه يا فندم. هل يبقى ليها نفس الاجزاء بتاع المسجد؟ سؤال جميل. حاضر هنجاوبك يا فندم. حاضر هيجاوبك فضيله الشيخ. طبعا من الاسئله اللي احنا كنا هنقولها، ولكن برضه الساده المشاهدين ليهم رؤيتهم، فهنخش على السؤال برضه بتاعه وندخل عليه. هو وليسعك بيتك. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى لما النبي يقول يسعك بيتك، يبقى لما تقعد في بيتك دي من سنة رسول الله. طيب. في الأوبئة والأمراض المعدية وليسعك بيتك. طيب هنا بقى وليسعك بيتك أول حاجة في الحجر الصحي. أيوة. ومن سنة رسول الله وليسعك بيتك، دي أول نقطة. طيب هنا بقى في ليسعك وليسعك بيتك، إذا كل التكاليف هتعملها في البيت ومنها الصلاة. صحيح صحيح صح كده. ويكتب لك الأجر إذا كنت تفعل، إذا كنت مصليا في المسجد حافظ على الصلاة في جماعة في أوقاتها. تمام. وأنت تأخذ الأجر كاملا في المسجد. تمام. تأخذه كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى وأنت في بيتك. طب احنا بنبشر بقى كل الناس. نعم. وكل المسلمين محدش يزعل يا جماعة، نفس الثواب هتاخده وانت في بيتك. هناخد تليفون من اسكندرية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أم جنى. أيوة ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا فندم. تفضلي. بصي عايز أسأل سؤال بس. تفضلي. بصي يا شيخ، أنا دلوقتي جوزي مريض سرطان.
وتعبان. فهو والدته متجوزه راجل، يعني هو كان مامته كانت مطلعه وبينه والده متوفي، واحنا يعني قاعدين في شقه مستقله مع نفسنا، ووالدته متجوزه واحد تاني وكده. تمام. فهي دلوقتي هو مريض وتعبان، فهي بتقول له تعالى اقعد معايا في البيت مع جوزها يعني، وابنها التاني متجوز ومطلق مراته ومعاه ولد. طيب. يعني في البيت هي وجوزها، فعايزين يعني ناخد اولاد، انا معايا 3 اولاد. تمام. وجوزي ويروح معاها يقعدوا في البيت يعني. فانا ايه قلت لها ما ينفعش وكده، فهي عماله يعني ايه كده عليا وكده. فانا قلت لها انا ما ينفعش، بس انا مش ظلماك. أيوة. هل ده انا ظلمها فيه وابنها كده ظالمها؟ هو عايز اعرف بس ده حرام ولا ايه يعني؟ حاضر هيجاوبك فضلك. طيب هو بس في حاجه، هل ليكوا شقه هناك مستقله لو راح لو ايوه احنا في شقه مستقله، هم هيروحوا يقعدوا في بيت العيله. البيت العيله في شقه ليكوا مستقله هناك؟ في عماره لوحدنا وهي في عماره ثانيه خالص يعني بعيده. لا عمارة. انا بتكلم لو انت لو هو راح لها هناك، هل هيبقى ليه شقه مستقله ولا هيبقى مع بيت العيله؟ في شقه، وشقه صغيره، الشقه اللي هم عايشين فيها 50 تمام متر. تمام يعني. تمام نجيبك ان شاء الله. تمام. نجيبك ان شاء الله. تمام. حاضر هيفيدك. حاضر يا مجد. برضو من نفس الحاجات اللي احنا هنسمع واحنا شغالين طبعا. صحيح. هنسمع برضو الحاجات اللي بيقولها للسادة الجمهور وبيبقوا عايزين برضو الإجابات عليها. تمام. هو بالنسبة لها هي ما لهاش أي وزر خالص، أهم حاجة هو راحته هو. راحته هو معاك أنت في المكان ده وهو مرتاح وأنت بتخدميه خدمة جيدة. بس في حاجة بقى، يعني تطيب الخاطر من الإسلام. تمام. ومن الدين ومن السنة. يعني أنت حاولي تكلميها بلطف، جيبي لها هدية. خلي ابنها يكلمها، خاصة احنا في عيد الام. يعني لسه بالمناسبة عيد الام امبارح. نخلي ابنها هو اللي يكلمها. أيوة. يقول لها يا امي يا حبيبتي، انا نفسي ان انا اقعد في بيتي عشان خاطر ما تقلش على حد، وفي نفس الوقت مراتي تقدر تاخد حريتها. طب وليه مولانا ما الام ما تنتقلش تقعد معاه شوية في بيته؟ والله ما حدش بيرتاح غير في بيته. يعني كل واحد عايز يقعد في بيته. أيوة. ليه؟ لان كل واحد ليه خصوصيات. أيوة. هو يحاول يودها ويبرها حتى بالتليفون، وان هو يحاول يستقبلها وهي تفهمها بعقل، ما تاخدش منها موقف. هي طبعا نفسها ابنها التعبان ده يبقى معاها، ولكن هي مش يعني مش لازم تقول لها ان الدين بيقول كذا والشيخ بيقول، لا يعني هي العمليه تكون فيها جبر خاطر لهذه المراه اللي هي نفسها ابنها يبقى بجوارها في تعب يعني. طب هناخد عبد المنصف. استاذ عبد المنصف اتفضل. ايوه يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا عاوزين نرجع للاسلام، نرجع للدين ونرجع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كل الغضب ده من قلة مشينا مع ربنا وعلى اليدان ونمشي في الجامع. تمام. نعمل للفقير نديه ياكل ويشرب. احنا ما احنا بعدنا عن ربنا خالص. طيب احنا كل السؤال الاولاني اللي هو طب يا حاج عبد المنصف، انت اتعاملت ازاي بقى في الازمه دي؟ احكي لي انت اتعاملت ازاي. انا اتعاملت ازاي؟ انا راجل لما اخذه قاعد في بيت المطلع اجيب ربيع للسعد وماشي عادي، لان انا متوكل على الله فقط لا غير. تمام. بتصلي في بيتك يا مولانا؟ انا عايزك تجيبني. احنا مبعدين عن ربنا. صحيح. احنا كل ما فات غضب من الله. تمام. لا حد ما يهد حد ولا حد ما يصل للرحم ولا حد، يعني احنا بقينا تغيرنا تغيير كلي، احنا ما عدناش زي زمان. يمكن الازمه دي بترجعنا زي زمان تاني ان شاء الله. بيودي للتاني للفقير، اللي كان يعمل في الكشك يودي للفقير، اللي كان ما يخبز يودي الجار. الكلام ده اتمحى نهائيا. طيب. مفيش ده غضب والله. ده غضب من الله. طب اتفرج يا حاج عبد المنصف على بقيه الحلقه ان شاء الله، وباذن الله ربنا يرفع عنا البلاء يا رب، وان شاء الله تدعي لكل المسلمين باذن الله وللناس كلها ان ربنا يرفع عنا البلاء باذن الله ببركه هذا الشهر الكريم. احنا سيادتك احنا شعب طيب. طبعا احنا شعب انا رحت العراق ورحت ليبيا ومريت الدنيا كلها، ما فيش زي المصريين. اطيب من الشعب المصري. تمام. صحيح. تمام. ومصر جات محروسه من عند ربنا. طبعا طبعا. هي ذكرت في القران 11 مره. طبعا. واحنا ناس فقاره وناس لا ماخذ على الله. حنا واقف والله العظيم ان شاء الله كل حاجه هتمشي باذن الله. كل حاجه هتمشي، وادعي ربنا بس وربنا هيفرج الكرب ان شاء الله. يا رب. شكرا ليك يا استاذ عبد المنصف. والاختبار بقى في البلاء. احنا دلوقتي احنا شايفين ان احنا الناس بتقول اللي احنا بعدنا عن ربنا. صحيح صحيح. و
ممكن يكون ابتلاء الله سبحانه وتعالى لينا بجند من جنوده، هذا الفيروس البسيط لا يرى بالعين، جند من جنود الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين المجردة، ولكن ممكن يكون أذل العالم كله، وممكن يكون جاي على المسلمين رحمة إنه يرجعنا تاني. ما احنا ناخد البلاء بقى، البلاء وتعالى. البلاء عندنا في الدين ثلاث اوجه. تمام. الوجه الاول في البلاء ان هو زي ما قال الحج ان هو عقاب. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون. الحج بالفطرة الطيبة المصري البسيط يقول لك احنا لازم نرجع لربنا، احنا دي عقوبة، ده ربنا شايفنا بعدنا فقال لنا تعالوا، لن ترتاحوا ولن تعيشوا في هناء ولن تعيشوا في نعيم إلا بالقرب من الله عز وجل. طب في ملمح بقى بسيط جدا، فضل. بعض الذي عملوا، بعض، بص بقى سبحان الله في الآية، لطف من الله، بعض يعني ربنا بيحسب كل الذي عمل، اللي عملناه لخسف والله من الأرض، ما ترك يعني على وجه الأرض من بعض دابة. الذي عملوا دي بتوريك رحمة ربنا برضو، صحيح صحيح، بعباده في لطف من الله، إزاي هو لطيف بعباده حتى في البلاء في لطف. يعني بعض الذي عملوا، يعني مش الذي كل عملوا. الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير والشر احيانا يكون فتنه، لكن احنا بنفرح قوي بالنعيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهان. ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ لكن لابد من الانسان ان هو يرجع الى الله عز وجل. وضح له بعد كده ربنا في الايه اللي بعديها كلا بل لا تكرمون اليتيم. اثر صححه الامام الالباني رحمه الله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما نزل البلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. البلاء ينزل بالذنوب، وإن والإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فهنا نستنتج من هذا الأثر الجميل أن نرجع إلى الله، أن نتوب توبة نصوح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن الأمة يا رب العالمين. أنا أخذ محمد من الغربية. تفضل أستاذ محمد، تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام شيخنا الجميل، ربنا يبارك. أهلا وسهلا بيك، تفضل. والله يا فندم عندي موضوع كده، بس هو ممكن ما يكونش له علاقة بالحلقة، وياريت حضرتك تطرحوا الموضوع دوت على الحكومة والمسؤولين. طب تفضل حضرتك. أنا ومن كتير زي شغالين بيومية. تمام. فحضرتك احنا قعدنا من الشغل دلوقتي، فانا عندي زوجة وعندي عائلين، فمش عارف امشي ازاي او اعمل ايه. طيب انت في محافظة ايه يا استاذ محمد؟ حضرتك انا في محافظة القليوبية يا باشا. محافظة ايه يا فندم؟ القليوبية. القليوبية؟ يا فندم محافظة القليوبية. يا ريس. حاضر يا فندم، احنا ان شاء الله هنتواصل معاكم باذن الله، وفي فرق عمل ان شاء الله كبيره جدا وفرق خير شغاله جدا في جميع المحافظات للموضوع دوت. احنا في اول الحلقه نوهنا ان المصريين جدعان جدا، اكيد في القليوبيه في رجال اعمال، في نواب مجلس الامه، في ناس كتيره جدا بيتواصلوا في الخير، في وزاره التضامن الاجتماعي في ارقام ليها كتير جدا، ممكن ان شاء الله من خلالها هنتواصل معاها وتتواصل بيكم ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله هتتحل الازمه قريب باذن الله لكل المصريين باذن الله. طب هناخد ابراهيم. ايوه حضرتك، انا استشير الدكتور. الو اتفضل يا فندم. انا بقول لك حضرتك ينفع استشيره في لو انا تعبان ولا في الايه؟ في ايه يا فندم؟ لو انا انت تعبان في ايه حضرتك؟ احنا معانا فضيلة الشيخ. الو. ايوه يا فندم اتفضل. طيب راح الاستاذ ابراهيم، راح الصوت معانا. طيب هنرجع تاني للموضوع الحلقه ونقول أسباب. قلنا ان كان في اسباب البلاء والابتلاء. احنا كنا اتكلمنا على نقطه واحده، الحجر الصحي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك. طيب الحجر الصحي من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الامراض المعديه، وسيدنا عمر كان في امارته اراد ان يدخل الشام، وكان في الشام في هذا الوقت طاعون، مرض معدي، فأراد أن يدخل، فقال له بعض الصحابة: لا تدخل. وقال بعض الصحابة: ادخل.
فيعني من التوكل على الله ان احنا يعني زي ما الحاج من شويه قال ايه، انا بعمل كل حاجه وبتوكل على الله. لا ده مش لازم مش هو ده التوكل على الله، لابد انك تاخذ بالاسباب. فكان من بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مع عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، حديث في البخاري ومسلم. قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان الطاعون بارض فلا تدخلوها، وإذا كان بأرض فأهلها لا يخرجوا منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطاعون ده حجره، حجر صحي على قرية، على بلد كاملة، بلد إن هم الطاعون عندهم أو مرض معدي عند هذه القرية أو عند هذه البلدة فلا يخرجوا منها، وأهل البلدة أهل البلدة لا يخرجوا منها، والقادمون إليها لا يدخلون إليها. ده حجر صحي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن مريض على مصح. ينفعش واحد مريض يجي يعاشر ويخالط أصحاء. هنا بقى المخالطة يبقى أنا عندي ثلاث أمور أهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حتة إن الإنسان يجلس في بيته، والعزل الصحي، والعزل الصحي في القرية أو في المدينة أو في في البلد بأكملها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنتكلم في حاجة مستحدثة، لا ده حدث هذا الأمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا العلاج. تمام. العلاج الديني الروحي لهذه الأمور. إذن ممكن النهاردة في وقت الفراغ اللي انت قاعد فيه في البيت تلزم بيتك ارجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وشوف النبي كان بيتعامل ازاي في المواقف دي. هتستفيد منها وهتطبقها على نفسك، وهتطبق وانت راضي. لو انت متشكك من الاجراءات دي يا سيدي، ما هتشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الاجراءات دي في عهده وكان ازاي بيتعامل مع تلك الازمات. طيب بالنسبه للسلام بقى، احنا النهارده بنسلم وبنبوس وبنحضن، ودي عاده المصريين الكرم الزياده قوي في المقابلات. المصريين والمصريين عموما والمسلمين عموما وأخص المصريين طبعا شعب ودود. تمام. الود يعني في العشرة الود قتلنا شوية. صحيح. لا فعلا في ود جامد جدا، وإحنا كمسلمين متعودين إن السلام ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسيئات بتتساقط لما الإنسان يسلم على أخيه. لكن لو عرفت إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام منع السلام في الأمراض المعدية. تمام. يعني إنك أنت ما تسلمش دلوقتي من سنة رسول الله. طيب الدليل؟ جاء وفد ثقيف إلى النبي لمبايعة النبي، والناس عارفة أن مبايعة النبي باليد، لابد أنك ولكن كان النبي لا يبايع النساء باليد، يعني يبايعهم باللسان، ولكن مبايعة الرجال باليد. فعلم النبي أن في الوفد رجل عنده جزام، عافانا الله وإياكم، مريض ومرض معدي، ومرض ده معدي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ابقوه في مكانه وقولوا له إنا قد بايعناك. ارجع قد بايعناك. ارجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الله، هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. حينما يسافر يأخذ معه الزاد. يأتيه الرجل ويقول له: يا رسول الله، معي ناقة وأدخل المسجد، أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين: أعقلها وتوكل. يبقى نأخذ بالأسباب، ولكننا نعلم أن كل اللي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن النافع والضار هو الله عز وجل، وأن كل هذه الأسباب أأخذ بها لأن الله أمرني بها، ولولا أنه أمرني بها والنبي أمرني بها ما أخذت بها، وأنا أعلم يقينا أن النفع والضر من عند الله سبحانه. تمام. سبحانه وتعالى. فأخذ بالأسباب. ربنا سبحانه وتعالى يقول للسيدة مريم: وهزي إليك بجزع النخلة. مرأة نفساء، تستطيع تهز نخلة؟ هات 10 رجال يهزوا نخلة، لا يستطيعون. ولكن افعل ما في طاقتك، افعل ما تستطيعه، ضع يدك على النخلة تتساقط عليك الرطب الجنية. خذ بالأسباب على قدر استطاعتك، خذ بالأسباب الوقاية، واعلم يقينا دون يأس ودون خوف ودون تهويل أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل أجل له كتاب معلوم، ولن يموت إنسان حتى يستوفي أجله ورزقه. فلا خوف، ولكن نتبع التعليمات، نتبع الأشياء اللي تقينا من هذه الأمراض الفتاكة والأوبئة التي اجتاحت العالم كله، ونعلم أن لنا في تجارب الآخرين عبرة. المؤمن
كيس فطن. لابد ان ياخذ من تجارب الاخرين، يشوف الناس اللي بره اللي ما خدوش بالاسباب دول ايه اللي حصل لهم، تفشى فيهم المرض. اللي ما خدوش بالاسباب المرض تفشى عندهم. تمام. اللي ما عملوش حجر صحي زي ما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم تفشى عندهم المرض. لما احنا ناخد ابراءات لابد ان احنا نطبقها. تمام. هناخد تامر جميعا. اتفضل تامر. استاذ تامر اتفضل. ايوه انا عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضل يا فندم. اتفضل. والله يا شيخ انا عامل عمليه وعامل حاجه اسمها تغيير مسار كده، عندي البراز بينزل في جنب في كيسه كده. شفاك الله وعافاك. الله يكرمك. فانا بصلي ممكن يحصل عمليه اخراج طبعا ماليش تحكم فيها، بيحصل ريح في الصلاه، فهل ده يفسد الصلاه ولا ده حاجه غصب عني يعني؟ الضرورات تبيح المحظورات. ماشي. واسال الله يشفيك. ايوه. وفي سؤال ثاني برضو لو سمحت. اتفضل. في رمضان دلوقتي هم منعيني من الصيام، ان انا باخد كيماوي وكده يعني، فهل هيبقى عليا كفاره ولا صيام ثاني ولا ايه؟ اه حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر هيجيبك ان شاء الله الشيخ. ناخد رحمه معانا. رحمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. دلوقتي قعدنا في بيوتنا وكده، وجوزي قاعد في بيته وما بيطلعش بره وكده، هو شغال على دراعه بينول واحد بنا كده. تمام. طيب دلوقتي احنا مش لاقيين ناكل. طب انت حضرتك محافظة ايه بس الاول؟ ولا عارف ان تجدد. محافظة ايه؟ البحيرة. البحيرة ماشي. التليفونات بتاعت وزارة التضامن الاجتماعي مش عندكو؟ لا. طيب حاضر. حضرتك تواصلي معانا ان شاء الله بعد الحلقة، تواصلي معانا بعد الحلقة ان شاء الله، وفي الكنترول هيدوكي الارقام ديت ان شاء الله، وحنتواصل معاكي باذن الله، وان شاء الله الازمه هتتحل قريب جدا يعني باذن الله. شكرا ليك يا رحمه. مولانا هرجع لك تاني بقى. اخونا اللي تعبان نجاوبه. اتفضل جاوبه. اللي عامل تغيير مسار يتوضى لكل صلاه، وان شاء الله صلاته صحيحه باذن الله، لانه مضطر وهذا ليس بيده. وليس على المريض حرج. وليس على المريض حرج. كان عنده سؤال تاني، هو السؤال تاني مش فاكر السؤال، كان هو اتكلم عن ان هو عامل تغيير مسار بالنسبه لل الصيام. الصيام هو اتكلم عن عن الصيام. ان هو مش هيقدر يصوم في رمضان. لو هو مش هيستطيع القضاء هيطعم عن كل يوم مسكين ان استطاع. ان استطاع يخرج اطعام مسكين يعني حوالي كيلو الا ربع رز أو كيلو رز يعني في الحدود دي، يطعم مسكين عن كل يوم هو هيفطر فيه. إذا كان لا يستطيع بعد ذلك القضاء. لو مش هيستطيع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين إن استطاع إن شاء الله. تمام. طيب إحنا لسه برضو في موضوع حلقتنا وبنتكلم عن التدابير الاحترازية اللي خدتها الدولة. نعم. والإسلام في عهد صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل إزاي. تكلمنا عن الحجر الصحي وتكلمنا عن المصافحة. طيب في حاجة مهمة جدا دلوقتي، احنا النهاردة كل الناس اهتمامها بالمطهرات والديتول والكلور والحاجات اللي هي بتزيل الجراثيم والكلام ده كله. امر كويس. تمام. تمام. ولكن احنا عندنا كلمة او حديث في الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الايمان. نعم. كلمة واحدة حلت الموضوع كله. صحيح. يعني كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي جوامع الكلم. صحيح. إزاي بيقول لك في ثلاث كلمات الطهور شطر الإيمان، حللك كل مشاكل. صحيح. اللي ممكن يجي لك منها أمراض. يريد بقى أن ندخل في الحتة ديت ونتكلم عليها بتوسع شوية. هو الإسلام دين النظافة والطهارة والنظافة من الإيمان. ولم يعتني دين من الأديان بالطهارة مثل ما اعتنى الإسلام بالطهارة. فأنت لا تقبل صلاة من عبد حتى يتوضأ يغسل دي وشه ورجليه، يعني لا تقبل منه الصلاة. طب مفتاح الصلاة. مفتاح الصلاة. انك انت شرط في صحة الصلاة انك انت لازم تتوضأ. تمام. ده دي نظافة. تمام. عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الغسل. غسل الجمعة. بعد الجنابة في غسل. هتجد ان الاسلام اعتنى بالسواك، تطهير الفم. اعتنى انك انت حينما تستيقظ من نومك لابد أن تغسل يديك ثلاث، فلا تدري أين باتت يدك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش عارف يديك باتت فين،
ممكن الانسان يحط ايده في مكان ويجي ياكل يبقى معرض للجراثيم بالجراثيم صح. انت لا تدري اين باتت يدك مش عارف وانت نايم حطيت ايدك فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحل هذه المشكله يقول لك ايه؟ يقول لك غسل اليدين بعد الاستيقاظ ثلاثا. غسل اليدين قبل الاكل وبعده. النبي صلى الله عليه وسلم حل كل هذه الامور في كلمتين كما قلت حضرتك. الطهور شطر الإيمان. الطهارة نصف الدين. في دين بيتكلم كده إن نصف الدين شطر الدين يعني نصف الدين. نصف الدين طهارة. طهارة إيه؟ طهارة بدنية مادية وطهارة قلبية. يعني لازم إحنا كل يوم قبل ما تنام تطهر نفسك وتطهر قلبك من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الكراهية. حب الناس حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. فالإسلام اعتنى بهذه الأمور ولكن مع المطهرات ومع الحاجات المادية ومع النظافة ومع كل هذه الأمور الإسلام جعل هناك علاج مادي وعلاج روحي. علاج مادي يعني احنا عندنا المادة 1+1=2. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال العلماء السام هو الموت. يعني هذا الحبة طرح السوداء اللي هي نقول عليها الحبة البركة, البركة. هذا طرح للأطباء هم يبحثوا في سنة رسول الله ففيها الخير كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث. العسل الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكي بالنار. وأكره الكي بالنار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن الشفاء في شربة عسل. ليه كل يوم الصبح كده والله سبحانه وتعالى بيقول فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس يعني أصدق من الله قيل صحيح. فالعسل فيه شفاء للناس وهذه النحلة المباركة وحبة البركة نأخذ من السنة النبوية المطهرة الشفاء والأدوية التي تعالج الأمراض وجميع الأمراض خاصة يا مولانا أن العسل وحبة البركة لما حصل عليها أبحاث وجدوا أنه هي بترفع المناعة صحيح وان هذا المرض فيروس كورونا هو بيخش عشان يبوظ جهاز المناعه صحيح. يعني لو جهاز المناعه بتاعك قوي بان انت بتاخد عسل وبتاخده على سبيل السنه والاستشفاء ربنا سبحانه وتعالى بيقوي لك اديك خدت بالاسباب برضو بيقاوم هذا المرض وكمان لما تاخده بان سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اديك بتطبق السنه تاخذ حسنات والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي ربنا عايز منا ان احنا نكون اقوياء مش ضعفاء. عايزين نقدر عشان تبقى قوي تقدر تصلي وتقدر تجاهد وتقدر تبذل وتقدر تطلع تشتغل عشان تجيب لاولادك رزق وهكذا. طيب. عندنا بقى علاج روحي يعني انت دلوقتي تطبق سنة النبي في العلاج الايه المادي وانك تأخذ بالأسباب والمنظفات وما يقوله الأطباء وتأخذ بكل هذا وما جعل الله داء إلا وجعل له دواء ولكن علمه من علم. ربنا امتى يأذن ان الدواء يطلع لغاية دلوقتي ما حدش عارف الدواء ايه برضو ده بإذن الله هو اختبار للبشر خلق السماوات والأرض والله جعل هذه الاختبارات والامتحانات خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وربنا يضعنا في اختيار واختبار نشوف مين اللي هينجح في هذا الاختبار ومن يرسب في هذا الاختبار. طيب مولانا ليا سؤال عند حضرتك اتفضل. وإحنا في إلزم بيتك وخليك في بيتك صحيح. ليه ما يكونش أعادي في البيت وقت الفراغ ده هو العلاج الروحي ليا صحيح صحيح هو العلاج الروحي إن أنا إزاي أتخلص من كل الأمراض اللي جوايا أمراض القلوب صحيح. زي ما حضرتك قلت دلوقتي إزاي أتخلص من تلك الأمراض في وقت الفراغ ده وممكن تكون استعداد ليا لشهر رمضان اللي جاي صحيح. وإحنا خلاص يعني أنا أبواب شهر رمضان صحيح. إن شاء الله يعني ليه ما يكونش أنا أستعد روحيا في وقت الفراغ دوت مع أسرتك في البيت مع أولادك مع نفسك إزاي تتخلص من تلك الذنوب في عجالة بقى إن شاء الله. هو الـ 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 الناس في الظروف دي بينقسموا إلى قسمين. قسم وقت الفراغ ده بقى سبب في بعده عن الله أكثر وقسوة للقلب وذنوب ومعاصي ومشاكل زوجية ومشاكل مع الأولاد وعصبية في البيت وفي ناس بتاخد الموضوع بإيه؟ بطاقة إيجابية إن هو يكثر من الصلاة يكثر من الاستغفار. الاستغفار فيه نجاة. الاستغفار فيه نجاة للمسلم. يكثر من الذكر ويكثر من الصلاة على رسول الله يحافظ على الصلاة في وقتها. هو غلقت المساجد ولم تغلق الصلاة
المساجد غلقت لمصلحة الإنسان. تمام. لكن هل معنى توقفت المساجد عن عملها يبقى تتوقف الصلاة؟ لا تتوقف الصلاة، لابد أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، هذه من أفضل الأعمال. نستغل وقت الفراغ، لكل واحد فينا عنده إمكانيات يعلم غيره. تمام. أنا مهندس عندي معلومات، أعمل موقع وأعمل على اليوتيوب وأحاول أنصح الناس وأعلم الناس وأنا في مكاني. يعني أخذ الموضوع بطاقة إيجابية، وإن أنا أحاول إن أنا أنفع الناس وأنفع المسلمين بما أتاني الله من علم، إن أنا أنفع به الناس. أنت مدرس في مادة معينة يا أخي، طب دلوقتي الأولاد مش هيعرفوا يروحوا دروس خصوصية ولا هيعرفوا ياخدوا دروس، واللي عنده امتحانات شهادات، طيب ما أنت في بيتك اعمل موقع أو على الزوم أو على أي على موقع على اليوتيوب أو حاجة، ونزل واشرح المناهج وانت قاعد في بيتك. حاول تستغل وقت الفراغ. الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في مواضع كثيرة، فقال والعصر وقال والليل وقال والضحى، لأهمية الوقت. والإمام الحسن البصري رحمه الله يقول اليوم يناديك كل يوم بلسان الحال، يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فرصة إنك أنت، فرصة للتصالح مع الأسرة، فرصة للتصالح مع النفس، فرصة للإصطلاح مع الله. إحنا بعيدنا عن ربنا كثيرا، الناس بعدت عن ربنا. ثابت الصلاة وثابت الدين وثابت القرآن، فرصة احفظ قرآن. في ناس دلوقتي والله أعلم بعض الناس يعني ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم بيعملوا مقارئ، بيختم مقارئ على الواتس أو على الفيس ولا على اليوتيوب أو مواقع، بيعملوا كده ومع بعضهم يعملوا ختمة للقرآن. الإكثار من الدعاء في وقت الأزمات، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، الدعاء ده سلاح للمؤمن، لابد أنه هو يدعو الله عز وجل في هذه الأيام أن يصرف عنا البلاء ويصرف عنا شر ما قضاه سبحانه وتعالى علينا. في الوقت ده لابد أن نستغل كل دقيقة في حياتنا، ما ننصرفش بقى إلى, إلى, إلى اليأس والغم والهم والناس تصب الإحباط والاكتئاب. يا أخي اخرج بالأمل. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الأزمات وهو بيحفر الخندق ورابط على بطنه حجر ومش ما فيش أكل، رابط حجر من شدة الجوع، ويقول فتحت خيبر، فتحت كسرى، فتحت الروم، يعطيهم طاقة أمل إن كل الأزمات سوف إن شاء الله هتعدي، إن شاء الله. بإذن الله هتعدي، بس هو ده اختبار لينا كلنا. هنرجع هنصطلح مع الله، هنكثر من الحسنات. الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولكن هناك استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يفتح عليك مولانا، أنا سعدت بحضرتك جدا، ونتمنى نسأل الله العلي القدير أن يعفو عنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يعني يرحم المسلمين في كل مكان ويعافيهم إن شاء الله ويردنا إلى صوابنا إن شاء الله، ولعل تلك الأزمة تكون سبب في رجوع الكثير إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شكرا ليك فضيلة الشيخ حمدان الصالحي، وبشكرك جدا حمدان الصالحي، وبشكرك جدا إن شاء الله يبقى نتواصل مع بعض إن شاء الله في حلقة بإذن الله، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا. آمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة الأسئلة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ حمدان الصالحي، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم. والناس اللي زعلانة يا جماعة المساجد، يمكن المساجد توحشنا شوية، نرجع لها بقى إن شاء الله، ناخدها بالحضن وما نفرقش المساجد تاني. زعلانين على المساجد، إن شاء الله هتتفتح المساجد، بس المساجد تتملي بالناس. ما نقولش زعلانين وما نصليش في المسجد، لا، زعلان يبقى روح بعد كده ما تتفتح المساجد، ما تسيبش المسجد وصلي فيه الخمس فروض كلها. نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا البلاء والوباء، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم النهاردة إن شاء الله، على أمل ووعد أن يتجدد اللقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي.